طيب خلينا نروح لهذا الخبر والنبأ العاجل. في نبأ عاجل ورد لنا منذ دقائق، أخلت السلطات الأمريكية مبنى مجلس الشيوخ ومكاتبه بعد سماع إطلاق نار، والشرطة الآن الأمريكية موجودة بمجلس الشيوخ، وده طبعا على موجودة بشكل كبير في الوقت اللي أكدت فيه شرطة واشنطن، شايفين على الهواء مباشرة عن وجود احتمال لطلق يعني حد أطلق النار نشط في مبنى مجلس الشيوخ. وعلى الفور تقرر إرسال تعزيزات أمنية لمحيط الكونغرس الأمريكي، حيث تقوم الشرطة بمسح كافة مكاتب الكونغرس في الوقت الحالي. ما زلنا زي ما حضراتكم متابعين معاكم في الصورة، بنحاول متابعة كافة الأنباء الواردة من واشنطن. الصورة زي ما حضراتكم شايفين، ده نبأ عاجل خاص بمجلس الشيوخ الأمريكي عن سماع لإطلاق نار. احنا عارفين مبنى الكونغرس الأمريكي في واشنطن دي سي في واشنطن، ويبدو أن العمل قائم حتى هذه اللحظة. هذه هي الأنباء العاجلة التي وردت إلينا، والصورة كما تشاهدون. هنتابع مع حضراتكم في حين وصول أنباء أخرى من واشنطن. يعني المشهد يبدو طبعا لسه يعني مش مفهوم ومش واضح، لكن طبعا أكيد في تحقيق وفي يعني تمشيط كبير وفي تأكد، وبعد إخلاء الكونغرس كمان هناك الكاميرات وهناك الأشياء، وطبعا إخلاءه من كل الأشخاص اللي موجودين أو أي عمل موجود. إحنا فاصل قصير الحقيقة، وبعده كمان هنرجع لنشوف نتابع معكم هذا الخبر بوجود محتمل لإطلاق نار على مبنى مجلس الشيوخ. مشاهدينا بعد فاصل قصير نعود إليكم ونتابع معكم باقي فقرات التاسعة لهذه الليلة.